هذا وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير مساء اليوم من توقيف سيدة تبلغ من العمر 46 عاما، وذلك للاشتباه في تورطها في تسجيل وبث مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن تحقيرا وقذفا في حق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد باشرت تحريات دقيقة على خلفية رصد شريط فيديو يتضمن تحريضا على الكراهية بسبب تطورات وباء كورونا المستجد على الصعيد العالمي. وأضاف البلاغ أن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيها وتوقيفها بمقر إقامتها بمدينة إنزغان.